نحن تم تحرير المنطقة بالكامل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تم تحرير بير عياط اليوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الجنة والبنتان ان شاء الله. لا يا ان شاء الله، ان شاء الله اكبر. هذا بير عياط والدخان اللي فيه تم دحر قوات القذافي منه والاستيلاء على جميع ممتلكاته وسلاح.